السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم شباب؟ معاكم علاء، والنهارده معانا تجميعة للفئة المتوسطة ولأي حد شغال على برامج المونتاج والجرافيكس ولأي حد بيلعب برضه. تعالوا نشوف التجميعة مع بعض ونرجع تاني. أول حاجة في مكونات الجهاز وهي المذر بورد، وأنا اخترت المذر بورد من جيجا بايت وهي جيجا بايت بي 450 الي، تدعم هاردات الام دي 2 وفيها 4 بنك رام مع ار جي بي خفيف عليه علامه اورس، وغير كمان انها متوافقه مع رايزن. وتاني حاجه معايا وهي الرامات، وانا استخدمت هنا رامه من هايبر اير 16 جيجا بايت وبتردد 3200 هرتز. زي ما كلنا عارفين كل ما كان التردد بتاع الرامه اعلى كل ما كان كفاءتها وسرعتها احسن. وتالت حاجه معايا وهي البروسيسور واسمه رايزن 5 2600 اكس. ورابع حاجه في مكونات الجهاز وهي كارت الشاشه، وانا استخدمت هنا كارت شاشه من جيجا بايت واللي هو جي تي اتش 1050 تي اي 4 جيجا بايت. كنت صراحه ميال اكتر لل 1650 6 جيجا بايت، لكن اكتفيت بال 1050 لان وقت ما كنت بشتري التجميعه كان هو ده اللي على قد ميزانيتي يعني. والكارت كمان من جيجا بايت لو تلاحظوا عشان يبقى فيه توافق بين كل القطع. وخامس حاجه معايا وهي الهاردات، واول هارد معايا وهو اس اس دي من كينجستون ومساحته 256 جيجا بايت، وده بستخدمه عشان السيستم وسرعه نقل البيانات وقت الشغل. وتاني هارد معايا اتش دي دي وهو من سي جي باركودا 2 جيجا بايت. وسادس حاجه معايا وهي الكيس، وانا الصراحه اخترت كيس من كولر ماست، وده لانه ميزاتها كتير، كيسه واسعه وغير كمان انها بيجي معاها باور سبلاي مدمج بلت ان جواها 600 واط، وفيها كمان اربع فانات للتهويه ومكان فوق كمان لفانتين برضو لو عايز ازود فانات قدام عشان التهويه وكده. وبس يعني دي كانت مكونات الجهاز، ولكن برضو لو حد حابب يشتري قدام ومعاه بادجت اعلى حبتين، وانا في الحته دي انصحه انه يغير كارت الشاشه ويجيب 1650 6 جيجا لانه هيكون بنفس السعر، ويزود معاه كمان رامه 16 جيجا بايت برضو من هايبر اير 3200 هرتز، ويغير برضو الاس اس دي بواحد تاني ام دي 2 هيكون اسرع معاه في النقل. وبالنسبه بقى الاداء وكفاءه التجميعه وقت الالعاب، فالتجميعه بتشغل اي لعبه على 60 فريم وعلى 1080 بتكون ممتازه وبتوصل كمان ل 2K، بس بيكون فيه شويه تقطيع بسيط. انما وقت الايديت والمونتاج على برامج مثلا زي دافينشي ريزولف وادوبي افتر افكتس وادوبي بريمير بتشتغل كل حاجه بكفاءه عاليه وما بيكونش فيه اي تقطيع، والكلام ده لو معاك فوتج كلها متصوره على 1080 مثلا. انما لو معاك فوتج 4K هي بتشتغل كويس برضو على الفوتج 4K، بس بيكون فيه شويه تقطيع بسيط ومش على طول يعني، ده كل فين وفين لما تلاقيها بتقطع. وبس يعني كده يكون خلص فيديو النهارده، كان معاكم علاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Dude.